انضم الينا من الخليل السيد عادل شديد الخبير في الشان الاسرائيلي. سيد عادل اهلا بك على شاشه الغد، اريد ان ابدا معك بالتحركات حول التوصل الى صفقه ما بين اسرائيل وفصائل المقاومه الفلسطينيه. برايكم كيف تقرؤون هذه التحركات وماذا عن التصريحات وما بين السطور سواء من قبل حركه حماس او حتى من قبل الجانب الاسرائيلي؟ تحياتي لك استاذ صلاح والمشاهدين. يعني بتقديري باستثناء موقف بنيامين نتنياهو، لأنه كل العناصر الأخرى تغيرت هذه المرة وباتت مختلفة عما كانت عليه الحال قبل شهرين، يعني منذ 6 أيار حين قبلت فصائل المقاومة الفلسطينية المقترح الأمريكي بينما رفضه بنيامين نتنياهو. الموقف الأمريكي يعني تغير لأول مرة منذ شهور، لم نسمع تحميلا للمسؤولية لحركة حماس من قبل الإدارة الأمريكية، وهذا يعد تطورا هاما. المسألة الثانية وهي المرتبطة بالوسطاء، يعني اعتبروا رد حركة حماس بأنه إيجابيا ومن الممكن البناء عليه. والمتغير الثالث وهو الأهم هو الإجماع ما بين المؤسستين الأمنية والعسكرية بأن رد حركة حماس يشكل يعني تطور مهم وهو الأفضل منذ شهور، وباتت المشكلة في إسرائيل وليس عند حركة حماس. ثم الشارع الإسرائيلي، لا شك أن الشارع الإسرائيلي اليوم توجهات الأكثرية أو الأغلبية الساحقة لم تعد كما كانت قبل شهرين، بمعنى أنه اليوم أكثر من ثلثي المجتمع الإسرائيلي ليسوا فقط مع إبرام صفقة تبادل واستعادة الإسرائيليين، إنما مع وقف إطلاق النار، على قاعدة أنهم وصلوا لقناعة أنه بدون وقف إطلاق النار لا يمكن إتمام الصفقة، واستمرار الحرب لن يغير من المشهد. بمعنى كل هذه العناصر المجتمعة تصب في مصلحة الموقف الفلسطيني وتضعف إلى حد كبير موقف الحكومة الإسرائيلية وموقف رئيس بنيامين نتنياهو بشكل يعني محدد، بمعنى إنه لم تعد البيئة الحالية الداخلية والخارجية كما كانت بالماضي. بتقديري إنه هذا لا يشكل تهديد للحكومة الإسرائيلية طالما يعني لديها قاعدة برلمانية واسعة، حتى لحظة هنالك 64 عضو كنيسة، يعني هذا فيما لو كان غالانت سيصوت معهم، ولكن بالنهاية سيضعف شرعية سياسات بنيامين نتنياهو الداخلية كما الخارجية. لذلك أعتقد أنه نحن أمام صفقة لكنها لن تتم بالأيام القادمة، ستستغرق أسابيع.